الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيله. نون جواب إمرة تقال إسلام لين كهور قول كسور الله سبحانه ويكون كهج قول كسور الله سبحانه ويكون دي أو حتى ندور. الحج يجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع. من حجنا كفر لي إن قرنا نتلان كون دي واتر سبيدي كيرون هرايكو نافلا. من استطاع الحج لابد أن يبادر الحج ولا يؤخر. قالوا حتى أن حج قولهم هرأكوا يهتين أولا ونايوننن. نعم، هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، يعني الإسلام بناء يقوم على أركان خمسة، إذا سقطنا ركن من هذه الأركان الخمسة انهار البناء، سقط البناء. أم إيتو قال جيروك أنتو ونيل قدرنيكو إنت إسلامكم أنتو قال الإسلام إيه سيقواتل إيتو قال إيرو ونيها إيويتم هرأي مادي إسلام يعني. نعم، أهم ما يكون شهادة الله إن الله يبدأ به أولا ثم بعد هذا الصلاة ثم الزكاة وهكذا. كبر هندكم فوق إمرأة تقال إسلام لك سيدا قول على رأيته وقوانا قرآن الله سبحانه وتعالى سيدا قول على رأيته دفتره نهاني دفتره صنان الله صلى الله عليه وسلم أنتم من أنتم يريد أن تقال هكي لده ثم يرتقي إلى الإيمان والله أعلم وانتم سيئوي لأنه هنكري هنكري يوي أرويالتي إس وني جبلي له وجوانا مرتبة وني مرتبة قبل إنقول.